السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا بكم متابعينا الكرام. الفيديو ده احنا كنا مصورينه من حوالي 13 يوم جمعة قبل اللي فاتت. كنا بنرش مغذيات عبارة عن 2020 وعناصر صغرى مع فولفيك اسيد، لان كانت المحصول القمح متأثر من تعاقب رشات حشائش كم مرة وتغيير الجو برضو. فقلت اصور لكم الفيديو ده لساعة الرش، وهنزل الصور في اخر الفيديو دلوقتي، الفرق ما بين الرش وفرق بعد الرش. طبعا زي ما انتم ملاحظين كده الفيديو السماء صافية، الصور بقى اللي هي بعد الرش هتلاقي السماء مغيمة. هي فرق اسبوع بالظبط من الجمعة للجمعة، يعني 8 ايام بالظبط، يعني في نفس الميعاد تقريبا. هتلاحظوا الفرق، يعني اللي عايز يقارن الفرق هيشوف الفيديو او الصورة قبل الرش اللي هتظهر دلوقتي والصورة بعد الرش اللي هتظهر برضو، يعني ويشوف الفرق بين رش المغذيات. في فرق بسيط، يعني هو الرش بيبدأ، ادي الرش اهوت، الرش التأثير الرش بيبدأ من اسبوع لعشر ايام بيبدأ يبان على النبات. فانا حبيت اشارك معاكم اللقطات ديت، حاجة كده تبين للناس يعني فوائد الرش، يعني تسميد الورق. دي الصورة هي بعد الايه، بعد الرش. طبعا في فرق واضح وممكن ترجع، وبرضه هصور لكم برضه ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.